السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الحلقة الرابعة في سيشن واحد. بعد ما شرحنا خيارات العرض واللي عرفنا إن هي من أهم الحاجات اللي بتميز مستخدم عن مستخدم تاني، تعال بقى نعرف إزاي بندخل البيانات بتاعتنا وإيه هي أنواع البيانات بتاعتنا وإزاي أعمل تسلسلات عن طريق مقبض التعبئة. بالنسبة للبيانات إحنا عندنا نوعين من البيانات، إما ثابتة أو متغيرة، وهنشرح النهاردة الثابتة ودي بندخلها في الخلايا بتاعتنا على ثلاثة أوجه، إما رقمية أو نصية أو الوقت والتاريخ. إما البيانات المتغيرة هي بيتم تغييرها بناء على خلايا أخرى، أي المعادلات والعمليات الحسابية اللي هنعرفها في سيشن 2 إن شاء الله. زي ما عرفنا إن ورقة الشيت بتاعتي بتحتوي على كثير من الخلايا، وأهم حاجة عندي إن هي تكون منظمة ومنسقة وأعرف إزاي أدخل البيانات فيها. فتعال نبدأ بإدخال البيانات الرقمية. فالبيانات الرقمية أنا ينفع أدخل أرقام عادية، وينفع أدخل أرقام عشرية، وينفع أدخل نسبة مئوية، وليكن مثلا عايز أدخل 50% ونقول له شيفت 5 نضغط انتر. طب انا باشمهندس ال 50% دي غلطت فيها وعايز اخليها 25%، اتفقنا ان احنا نروح لشريط الصيغه بتاعنا ونحدد ال 50% ونخليها 25 ونضغط انتر، فهلاقي القيمه بتاعتي اتغيرت بالشكل ده كده. ولكن في حاجه مهمه جدا جدا في ادخال الارقام لبرنامج الاكسل عايزك تخلي بالك منها. ايه هي بقى يا باشمهندس؟ تعال هنا مثلا وليكن عايزين نكتب 6 دولار، فانا لو جيت كتبت 6 وبعد كده كتبت شيفت 4 اللي هي الدولار ويضغط انتر، فهلاقي البرنامج اتعامل لي مع القيمه دي على اساس ان هي نص، على اساس ان هي تكست. ايوه يعني ايه برضه يا باشمهندس؟ يعني انا مش هينفع استخدم هذه القيمه في اي عمليه حسابيه. تعال مثلا وليكن في الخليه دي كده نكتب يساوي، وتعال نحدد الخليه دي كده ونكتب زائد، وتعال نحدد الخليه دي كده ونضغط انتر، فهلاقيه ظهر لي هنا بيقول لي في فاليو، في خطا. معنى الكلام ده ان الخلية دي ما ينفعش استخدمها في اي عملية حسابية. بس استنى باشمهندس، هو ايه العمليات الحسابية اللي انت عملتها دلوقتي دي؟ دي هتتعلمها ان شاء الله في سيشن 2 اللي هو سيشن المعادلات باذن الله، وهنعرف كل الدوال الموجودة في الاكسل. تعال نعمل كنترول زد كده، وانا يا باشمهندس عايز ارقم الشيت بتاعي، وليكن مثلا عندي هنا 1 عايز اكتب بعدها 2 عايز اكتب 3. هل بقى مثلا لو انا عندي 50 حاجة، هل بقى لو انا عندي مثلا 200 حاجة عايز ارقمها هقعد بقى اكتب 1 لحد 200؟ اكيد لا. في حاجة بقى اسمها مقبض التعبئة سهل علينا حاجات كتير جدا. ايه بقى مقبض التعبئه ده يا باشمهندس؟ تعالى مثلا هنا نكتب 1 ونضغط انتر، تعالى هنا كده لو جيت وقفت هنا كده هلاقي الماوس بتاعي اتحول الى اللون الاسود، لو جيت بدات اسحب بيه كده اسحب بيه كده فيبدا يعمل لي نسخ للواحد. لو انا جيت هنا كده وقفت هنا هلاقي في ايقونه ظهرت لي، لو جيت ضغطت عليها هلاقيه بيقول لي كوبي سيلز وفيل سيريوس. فيل سيريوس يعني هو هيعمل لك تسلسلات. لو انا جيت ضغطت على فيل سيريوس فهيبدا يعمل لي التسلسلات بتاعتي زي ما انت شايف كده، 1 2 3 4 وهكذا. طب انا عايز اعمل نفس التسلسل ده يا باشمهندس، ولكن انا مدخل للبرنامج قيمه 1 و2 و3، فهو البرنامج هنا فهم ان 1 2 3 يعني انت عايز تسلسل برقم واحد بس صحيح. فتعال نحدد الثلاث خلايا كده، ولو جيت سحبت كده هو هيبدا يعمل لي تسلسلات عاديه جدا من غير ما انا ادخل فيل سيريوس زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طب انا يا باشمهندس مثلا عايز اعمل تسلسل بفرق 5، تعالى مثلا نقول له هنا 5 وتعالى نقول له هنا 10 مثلا، وتعالى نحدد الاثنين دول كده ونسحب تحت كده فلاقيه بيبدا يعمل لي تسلسل بقيمه 5 5 10 15، واي تسلسل انت عايزه تقدر تدخله للبرنامج هيعمله لك. لو انا جيت سحبت بقى كده من مقبض التعبئه لفوق كده فهو هيبدا يعمل لي تسلسلات بس بالسالب، يعني نزل بقى بعد 5 0 سالب 5 وسالب 10 وهكذا. طبعا التسلسلات دي برضو ينفع تعملها في الصفوف. تعالى نعمل دي 5 وتعالى نقول هنا 10 برضو، وتعالى نضغط انتر، وتعالى نحدد دول كده ونسحب من هنا كده فلاقي برضو بيعمل لي تسلسلات. ينفع تسحب برضو ناحيه اليسار يبدا يعمل لي تسلسلات بالسالب زي ما انت شايف كده. تعالى بقى نعمل كنترول زد كده للارقام دي كلها كده للقيم دي كلها، وتعالى بقى نشوف النصوص بتاعتنا. النصوص طبعا ينفع ادخلها بتكست عادي جدا، لو انا مثلا عايز اكتب يوم السبت مثلا مفيش مشكله، اي كلمه انت عايز تكتبها مثلا وليكن احمد. ولكن الميزه القويه بقى اللي هنا اللي انا عايز اعرفها لك هي ميزه التسلسلات. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا مثلا عايز هنا اكتب ايام الاسبوع كلها، الاحد الاثنين الثلاث، فلو انا جيت هنا وقفت عند مقبض التعبئه وسحبت كده فعليه بدا يكتب معايا الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه، وبدا بعد كده يعيد تاني. لو انا جيت برضو هنا بالانجلش كتبت مثلا وليكن ساتر دي مثلا صار ساتر دي، وجيت وقفت هنا كده وسحبت الاقي برضو بيجيب لي الاختصارات معايا ماندي ساندي وهكذا. طب انا يا باشمهندس بعمل نفس اللي انت بتعمله ده بالظبط بس ما بيظهرش معايا التسلسلات دي، ايه المشكله؟ هل عندي انا عيب في حاجه؟ هقول لك انت عندك بس شويه حاجات هنعملها في الاوبشنز، تعالى نعملها مع بعضينا، ودي ليها فايده تاني مهمه جدا جدا هوضحها لك برضو في نفس الفيديو. تعالى هنا هنيجي من قائمه فايل نختار اوبشنز
وتعالى بعد اوبشنز نبدأ نختار ادفانسد، وننزل هنا كده لحد ما نلاقي حاجة اسمها جنرال. جنرال ايه؟ نختار ايديت كاستوم. هيبدأ يفتح لي الايقونة دي كده. لو انا جيت بصيت هنا على الشمال فهو انا بيقول لي الليستات بتاعتك اللي معمول ليها تسلسلات. هلاقي هنا صندي بالاختصارات وصندي من غير الاختصارات ايام الاسبوع، وهلاقي هنا اسماء الشهور بتاعتي بالاختصارات وهنا اسماء الشهور من غير الاختصارات. هلاقي هنا ايام الاسبوع بتاعتي بالعربي، وهلاقي هنا تسلسل انا كنت مدخله بستخدمه في الشيتات. ايه بقى تسلسل انت بتستخدمه في الشيتات ده يا باشمهندس؟ معنى كلامي ده ان انا بقول لك ان انت اي تسلسل في اي شيت بتستخدمه بكثره في الشيتات الكتيره تقدر تعمل له تسلسل، يعني تقدر تدخله بالترتيب وهيظهر لك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عامل هنا مصر، السعوديه، الجزائر، البحرين. تعال نطلع من هنا مثلا، وتعالى نطلع من هنا برضو، وتعالى هنا نكتب مصر، وتعالى بعد كده نقف عند مصر ونبدا نسحب كده، فلاقيه بدا يكتب لي السعودية، الجزائر، البحرين، مصر، السعودية، الجزائر، البحرين، يعني نفس التسلسل اللي انا مدخله له. طب دي انا بعملها ازاي يا باشمهندس؟ تعالى نرجع تاني الفايل اوبشن، وتعالى نختار ادفانسد، وبعد كده نختار جنرال، نختار بعد كده اديت كاستوم، وتعالى بقى هنا في الليست بتاعتنا هنا نبدا نكتب. انت مثلا عايز تكتب ايام الاسبوع بتاعتك، فانت هتبدا تكتب السبت بعدها الاحد، وبعد ما كتبت ايام الاسبوع بالشكل اللي انت شايفه ده تبدا تعمل اديت هنا كده، فهتلاقيه اتضاف معاك هنا، تقدر تضغط اوكي وبعد كده تضغط اوكي تاني. طب انت ما عملتش كده ليه يا باشمهندس؟ عشان انا اصلا عاملهم. فتعالى مثلا اضرب لك مثال تاني ولكن بطريقه مختلفه. ايوه، ايه هي بقى الطريقه المختلفه دي يا باشمهندس؟ تعالى نطلع من هنا كده، وتعالى نطلع من هنا، وانا مثلا عايز اكتب هنا تسلسلات انا بستخدمها بكثره، وليكن هنكتب تسلسلات مثلا اقسام كليه هندسه مثلا. فتعالى نكتب مدني مثلا، بعدها عماره، كهرباء، نظم ومعلومات، ميكانيكا. وبعد ما كتبت الاقسام دي انا بستخدمها بكثره فعايز اعمل ليها تسلسلات، فتعال نرجع تاني لفايل اوبشنز ادفانسد، ونختار جنرال اديت كاستوم ليست. فهلاقي هنا الايقونه دي كده بيقول لي حدد الحاجه اللي انت عايزها، فانا هضغط عليها كده وابدا احدد الخلايا بتاعتي دي كده بنفس التسلسل، هو هيعملها لي بنفس الترتيب اللي انا مدخله ده كده. وبعد كده هضغط هنا واضغط اونبورد، فلاقيه بدأ يظهر لي هنا التسلسل اللي انا حددته هنا من الخلايا بتاعتي. اضغط اد، فلاقيه بدأ يتضاف معايا تحت هنا، فاضغط اوكي وبعد كده اضغط اوكي. ولو جيت هنا كده كتبت مدني وجيت هنا وقفت كده وبدأت اسحب، فلاقي التسلسلات بتاعتي كلها جت زي ما انا دخلتها. وطبعا دي اداة مهمة جدا جدا هتفيدك في المشاريع فيما بعد. تعال بقى للبيانات اللي معانا بعد كده، هي التاريخ والوقت. والتاريخ لو انا عايز ادخله فانت ينفع تدخله بالداش وينفع تدخله بالسلاش، بس عايزك تخلي بالك من حته مهمه جدا جدا، ان التاريخ اللي انت هتدخله نسخه مايكروسوفت فلازما يكون زي التاريخ اللي عندك على جهاز الكمبيوتر. يعني انا مثلا لو جيت بصيت على الجهاز بتاعي هنا من تحت فهلاقي التاريخ بتاعي 12/10/2021. معنى الكلام ده ان هو هنا كاتب الشهور الاول وبعدها كاتب ايام الاسبوع. فانا مثلا لو عايز اكتب مثلا تاريخ 3/6/2019 فاحنا لازم نكتب 6 الاول اللي هو الشهر، بعديها السلاش 3، بعدها 2019 ونضغط انتر. فانا لو جيت وقفت هنا كده وسحبت هنا بالمقبض التعبئه بتاعي هلاقيه بيعمل لي تسلسلات عادي جدا. طب انا لو عايز اعمل نسخ من التاريخ بتاعي فانا هضغط هنا كده وهجيب كوبي سيلز، فهو يبدا يعمل لي نسخ من التاريخ بتاعي. تعال نعمل كنترول زد كده، وتعال ندخل نفس التاريخ ولكن بالداش، فتعال نقول 6/3/2019 ونضغط انتر. فلو جيت وقفت هنا هيبدا يحولها لي اصلا للسلاش، فالداش والسلاش الاثنين بيقوموا بنفس الحاجه يعني. طب انا يا باشمهندس عايز ادخل الوقت بتاعي، مفيش اي مشكله، فانت ينفع تدخل الوقت بتاعك، وليكن مثلا انا هدخله بنظام ال 24 ساعه او بنظام ال 12 ساعه، فانت ليك الحريه. فانا هدخله مثلا بال 24 ساعه، فتعالى مثلا هنكتب الساعه 15 ربع، فتعالى نقول 15 ندخل له نقطتين وربع، تعالى نضغط انتر. فلو جيت وقفت هنا الاقيه كاتب لي هنا ان الساعه فوق في شريط الصيغه الساعه 3:15 PM. طبعا زي ما وضحت ليك انت ينفع تدخلها بنظام ال 24 ساعه وبنظام ال 12 ساعه، وطبعا ده هيتضح ليك فيما بعد في التنسيقات ان شاء الله. طب انا يا باشمهندس لو عايز ادخل الوقت اللي انا بصور لك فيه الكورس ده، او انا عايز ادخل مثلا وليكن الوقت اللي انا شغال فيه على شيت الاكسل بتاعي، اعملها ازاي؟ عندي كنترول شيفت حرف الكاف من الكيبورد هيبدا يدخل لي الوقت بتاعي اللي هو 3:28 AM، ولكن الوقت ده مش بيتحدث معايا. يعني انا لو جيت بصيت هنا في الساعه اللي هي 3:28 AM، لو الوقت ده اتغير معايا زي ما هو دلوقتي اصبح 29، فانا هلاقي هنا برضو الساعه 3:28 ما اتحدثتش تلقائي. طب انا يا باشمهندس لو عايز بقى ادخل التاريخ بتاعي النهارده اللي هو بيتصور فيه كورس او اللي انت قاعد فيه على شيت الاكسل بتاعك، فهو عن طريق كنترول حرف الكاف على طول هيبدا يدخل لك التاريخ بتاعك اللي هو موجود هنا في الكمبيوتر اللي هو 12/10/2021. تعال بقى نعمل تطبيق بسيط على مقبض التعبئه عشان هيسهل علينا شغل كتير. فتعال نفتح الشيت الثاني اللي معانا ده كده. فانا هنا مثلا عندي البرينش الفرع بتاعي، عايز مثلا فرع سيدني ده ابدا انسخ منه شويه حاجات، فانا ممكن اعمله مقبض التعبئه ده كده وانسخ من هنا كده مثلا. فتعال نصغر الشيت بس بتاعنا شويه،
عشان كل حاجة تظهر لينا. وانا عايز اعمل هنا برضو تسلسلات للاي دي بتاعي، فلو انا مثلا جيت هنا كده وسحبت ده فلاقي هنا بيبدأ يعمل لي تسلسلات. طب انا لو عايز انسخ الاي دي بتاعي فانا هضغط هنا كده واعمل كوبي سيلت، ولكن انا عايزه اعمله تسلسل. لو انا جيت بقى هنا عند الديت بتاعي فانا عايز اعمل تسلسلات للديت بتاعي، وعايز اعمل تسلسلات لايام الاسبوع بتاعتي، وعايز اعمل تسلسلات للاورز. فلو انا جيت حددت التلاتة دول كده وجيت سحبتهم فهو هيبدأ هنا يعمل لي تسلسلات. طب انا مثلا وليكن انا مش عايز تسلسلات، انا عايز انسخ الكلام ده، فانا ممكن اضغط هنا واعمل كوبي سيلز فهو هيبدأ هنا يعمل لي نسخ. طب انا يا باشمهندس الطريقه ان انا اقعد اشد واسحب والكلام ده صعب عليا، اعمل ايه؟ تعالى نعمل كنترول زد كده، وتعالى نقف هنا كده ونضغط 2 ليفت كليك. لو انا ضغطت 2 ليفت كليك فالاقي الخلايا بتاعتي كلها اتملت تلقائي، فتعالى نضغط 2 ليفت كليك كده فالاقي الخلايا بتاعتي اتملت بسهوله جدا. تعالى بقى هنا ننسخ الخلايا دي كده، فانا عايز انسخها فاضغط 2 ليفت كليك فهتبدا تنسخ معايا. تعالى بقى هنا نشوف اداه مهمه جدا جدا. تعالى ننسخ بس في البدايه الفيرست نيم واللاست نيم دول كده، وتعالى نضغط 2 ليفت كليك هنا فيبدا يعمل لي نسخ للاسماء دي كلها. انا عندي هنا 5 اسماء موظفين وهو بدا يعمل لي ليهم نسخ. لو انا جيت بقى في الميل وانا عايز اعمل الميل بتاعي زي الميل ده كده، فلو انا جيت بصيت على الميل ده كده الاقيه هنا كاتب لي الفيرست نيم واللاست نيم واسم الشركه بتاعتي. فلو انا جيت ضغطت هنا 2 ليفت كليك هيبدا يعمل لي نسخ ولكن لنفس الميل الاول. طب انا عايز بقى اعمل ميل لكل الاسماء اللي موجوده عندي، فبدل ما انا اقعد اكتب الميلات فالموضوع ده هيكون مرهق جدا. لو انا جيت وقفت هنا كده هلاقي خيار قوي جدا اسمه فلاش فيل، لو ضغطت عليه هيبدا يغير لي الميل بتاعي طبقا للفيرست نيم واللاست نيم، ودي طبعا اداه قويه جدا جدا هتساعدك في الشغل فيما بعد. وبكده نكون انهينا من الحلقه بتاعتنا، اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه. شكرا للمشاهده وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.